سلام على آل ياسين. من كام يوم كان في عاشوراء، ناس كتير وهي بتقلب في الدش كده بتلقى فيه احتفالات، ناس موجوده في شوارع، زحام شديد، في حركه ما بتحصل، في خبط ما بيجرى، في مشيه معينه، في هروله معينه، في حركات ايقاعيه معينه، في بعض الدم في بعض الاماكن. ايه اللي بيحصل؟ ايه الحكايه؟ عندنا احنا مثلا في مصر يمكن اغلبنا عاشوراء بالنسبه لنا هو طبق العاشوراء، يوم عاشوراء ده الوالده تعمل عاشوراء وناكل عاشوراء، وعارفين ان ده اليوم الذي قتل فيه واستشهد فيه سيدنا الحسين، ولكن غير كده ما نعرفش ايه اللي بيحصل، بيحصل ليه؟ كل هذه الاسئله حبينا ان احنا نحطها بشكل بديهي جدا، ويمكن نضيف النهارده الشيخ محمد كنعان وهو مستشار المحكمه الجعفريه العليا. اهلا بيك فندم. اهلا بكم. انا قلت لحضرتك من الاول ارجوك، يعني انا هسال بكل جهل، اسال زي اي مواطن مسلم سني لا يعلم شيء عن ما يحدث في هذا اليوم، يوم عاشوراء اللي احنا بنشوفه ده ايه؟ رمز ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. أولا لابد من التوجه لله بالشكر على نعمه كلها، ومنها نعمة هذا اللقاء بهذا الوجه الكريم في برنامجك الموزون. عاشوراء حالة زمنية ارتبطت بحدث تاريخي هام، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، أو الحسن والحسين ريحانتاي في هذه الدنيا، نحن نرى أن هناك دما لرسول الله سفك في هذا اليوم، هناك قيمة تاريخية، حسين مني وأنا من حسين، هذه المنية من رسول الله، يعني هناك كبد لرسول الله فريت في ذلك اليوم. من حقنا كمسلمين بل كبشر أن نسأل لماذا قامت أمة تدعي أنها مسلمة بهذا الفعل في ذلك اليوم. إذن اليوم العاشر من المحرم ارتبط باستشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو ابن من؟ ابن السيدة الزهراء، ابن علي بن أبي طالب، ابن رسول الله، كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي، وهذا ابن لرسول الله. ننتقل من الشخص إلى المشروع الذي استبطنه ذلك الشخص. ترى هل استشهد الحسين لأجل مشروع سلطوي؟ هل كان في المعارضة يسعى للوصول إلى السلطة؟ إذا كان ذلك كذلك لا يستأهل أن نبكي عليه أكثر من أسبوع، كرمى لجده المصطفى صلى الله عليه وآله. لكن عندما ننظر إلى كلامه، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى. إذن أول أستطيع أن أزعم أن من كرس تماسك مؤسسات المجتمع المدني خارج إطار السلطة بكل متفرعاتها، تلك الصدمة الدموية التي أنشأها أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أن يعطي للأمة كفرد أو كفرد مندك داخل جماعة أن يقول لا تستطيع أن تقتلني، أن تجعل رأسي على رأس رمح طويل، لكنك أبدا لن تستطيع أن تأخذ مني اعترافا بالفوضى التي أؤسس للاستقرار في مقابله. نعم. هذا مفهوم فضل سيدنا الحسين وحياته وأعماله كل هذه. نعم. الأشياء يمكن، ولكن هذا اليوم ماذا يحدث فيه؟ يعني اشرح لنا النهاردة هذا صباح يوم عاشوراء. نعم. ماذا يحدث في هذا اليوم؟ واشرح لنا إيه سماته، إيه دلالاته؟ يعني صحيح. هذا قام المواطن الشيعي صباح يوم عاشوراء. خليني ارجع بك الى النص. عندما ينقل المسلمون جميعا سنة وشيعة ان رسول الله صلى الله عليه واله حين ولد الحسين بكى وتقبل العزاء به واخبر الناس انه مقتول مظلوم، اذا هل كان بكاء رسول الله عن هوى في نفسه؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كان بكاء لحالة متأصلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الموضوع مو موضوع شخصي، رسول الله بكاه وأخبر بمقتله، وكانت الفاجعة عبارة عن صدمة عاطفية
أقول أنقذت الأمة، أيقظت الأمة من خدرها في حالة نوم مطبق. كيف بكم إذا صار المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ عندما تتفشى ظاهرة الاستسلام، اليأس، الخنوع في الأمة، فيأتي من بيت رسول الله. أنا موافق مولانا، تفضل. يعني دي أشياء لن نعرضها، رغم أنه فإذا نبكي لبكاء رسول الله يا أستاذ عمر. يوم عاشوراء صباحا، نعم، تستيقظ من نومك، نعم، ماذا تفعل وإيه دلالاته؟ أتوجه لإحياء مراسم العزاء. أيوة، إيه بقى العزاء ده يعني؟ العزاء أن نستمع إلى السيرة الحسينية المباركة، ماذا جرى مع هذا الرجل. يعني هنا يتم سرد حكاية يوم عاشوراء. نعم. ماذا حدث في هذا نعم. اليوم؟ نعم، هلا لأول ما بتصحوا الصبح، نعم، نذهب للعزاء. عزاء زي اللي احنا بنتكلم عنه، ان تعزي احدا وتقول له. ندخل الى مكان العزاء، نستمع الى السيرة الحسينية، فيها شجو، فيها بكاء، نبكي كما بكى رسول الله صلى الله عليه واله على ولده الحسين، نستذكر الفاجعة. هون بدي الفت نظرك، هل ان التواصل بيني وبين الحسين تواصل عمودي من نقطة الى نقطة ام لا؟ هو من رجال الله ام لا؟ رجال الله عندما ينسب الله إلى نفسه أحدا، ناقة الله، بيت الله، يأخذ بعدا أفقيا. لا يمكن أن تتواصل مع الحسين من خلال نقطة عامودية، يجب أن يكون التواصل أفق. شوف، في حضور الحسين الفكري أستاذ عمر، عندما أتحدث معك عن نظرية الأمر بالمعروف التي كرسها الحسين مولانا، معلش برضه أنا مش عايز أتقطع كتير، بس خلينا بس نفهم واضح. علشان ما يضيعش وقت دون أن نفهم. صحيح. ونكلم في النظرية. صحيح. ماذا يحدث الآن؟ الناس زي ما أنت شايف كده في الشوارع، نعم، حصنا ويأكلون ويرتدون السواد. اشرح لنا، رحنا العزاء وتم ما أنا معك. استذكار. أنا معك. استذكار سيرة سيدنا الحسين في الحضور الفكري، الحسين في الحضور الثقافي، الحسين في الحضور الطقسي، المراسم، وفي الحسين في الوجدان الشعبي. كيف يعبر المرء بالضبط عن حالة الحزن والشجاعة؟ خلينا نتوقف هنا. نعم. هؤلاء يعني نرجع تاني للصورة يمكن اللي فاتت، هؤلاء المرء المسكين الحديد وبيضربوا، دي بتسموها ايه؟ بيضربوا ظهرهم لطم الصدور والظهور، لطم بالحديد، حالة من الجزع. حالة من نحن روينا، وطبعا عندما نقول روينا بسند نحن نعتبره صحيحا، أن كل جزع حرام إلا الجزع على أبي عبد الله الحسين أو على مصاب أهل البيت عليهم السلام. إذن الطفل الصغير ده اللي ماسك يربى الحديد، هذا أمر يربى عليه الصغير ويهرم عليه الكبير. أيوة أيوة، اشرح لي. أنا على فكرة أرجوك، أنا مش بسألك تفسر لي، أنا لا أنكر ما تقول، أنت حر فيما تقول. هذا يعبر عن حالة عاطفية، جزع معين على إمامه الذي قتل ظلما، تأسيا بحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاء يعني عندما توفى سيدنا الحسين؟ مين اللي اخترع يعني من الذي بدأ هذه العادة؟ يعني أولا أقيمت مراسم الحزن، أقيمت مراسم الحزن في نفس الموقع، موقعة كربلاء، من قبل أهل البيت عليهم السلام، السيدة زينب، الإمام زين العابدين، البقية الباقية من أهل بيت النبوة. عندما عادوا من دمشق الشام إلى المدينة المنورة أيضا أقيم العزاء. أيوة. من الذي قرر؟ خرجت، شوف الرواية، خرجت نساء المدينة يلطمن خدودهن وصدورهن وينادينا وحسيناه إلى آخره، لعل من هناك نشأت. بس أنا بدي اجي للمعطى العاطفي. انا ليه بسال مولانا؟ نعم. ليه بسال مولانا؟ ناس كتير وهي بتشاهد هذا، ويمكن دول يعني ناس شايفهم حتى شويه مش متطرفين في اظهار هذا الحزن. بنرى الناس اللي ماسكه السيوف وبتشق راسها والدم والى اخره. في ناس كتير بتستغرب، بتقول نعم، ليه هذا المشهد الفظيع؟ احنا عايزين نشرح للناس، يعني احنا لا نرفض ما يحدث، ولا انا عم برر ما يحدث، انما احنا عايزين بس نشرح للناس. عم اقول ان المساله مساله عاطفيه ترجمت نفسها في حضور وجداني ما في صدر هذه الأمة. أضرب لك مثلا من القرآن الكريم إذا بتسمح لي. فضل. أن أستطرد في هذه النقطة. طيب، في نبي معصوم، معصوم، لا يعقل أن يأمرنا الله أن نقتدي بهدى الأنبياء ثم يأتون المنكر والعياذ بالله. نبي اسمه يعقوب، لم يقتل ولده،
غاب عن عينيه وبعد عن ناظريه، شو صار معه من حزنه عليه؟ بيضت عيناه من الحزن فهو قديم. هل نقول ليعقوب إنك ذهبت شططا فيما أنت فيه؟ لا، هذا حضور ليوسف في وجدان يعقوب. هل كان يعقوب يبكي الشخص يوسف أو يبكي المشروع؟ ولكن هذا نعم. خلينا نشوف برضو تاني. نعم. هل هي مشاهد ماذا يحدث؟ اشرح لنا ده ايه. طيب الآن في إيقاع في إيقاع لطم معين يجري على لطمية معينة شجية. لطمية تسميونها لطمية. تسمى لطمية. شجية معينة تعدد مآثر أبي عبد الله الحسين عليه السلام وكيفية قتله، والناس تلطم بإيقاع معين. ربما تطورت المدرسة الحسينية، يمكن قبل 200 سنة ما كنت تشوف هذا الإيقاع المنظم بالضبط، لكن يتطور مع مرور الأيام من خلال تفاعله داخل الوجدان الشعبي. هو لطمة على الصدور. نعم. مش كده؟ وعلى على أعلى الرأس. نعم صح. نعم ممكن أكثره يكون لطم على الصدور. ده بيكون في الصباح، في الظهر، في المساء، طول اليوم يكون في العشر. له توقيت؟ أكثر ما يتركز به في الأيام العشر من محرم الحرام. يعني بدءا من رأس السنة الهجرية يصل إلى الذروة يوم العاشر ظهرا، يعني في اللحظة التي استشهد فيها الإمام الحسين. يقرأ المصرع، الناس تعبر عن ما يختلج في نفوسها عاطفيا وفكريا وثقافيا. يعني الموضوع مو موضوع فقط لطم مولانا. نعم. نحن كأهل السنة برضو عندنا بعض الأعياد والمناسبات يحصل فيها نوع من نوع الشطط، يعني يمكن أنه في بعض الناس تزيد هذا الشيء أو بتاع أشياء. إيه الغير عادي هنا؟ إيه الزيادة؟ كل ما يؤدي إلى أذية النفس أذية معتد بها حرمه فقهاؤنا. أنا عم بحكي في المظهر العام، أما أن تصل الأمور إلى حد إيذاء النفس إيذاء يعني معتد شق به الجبهة مش دائما. يا أخي لحظة شوي، الحجامة ما هي؟ أو ليست شقة بس علاج. علاج. قد يرى فقيه ما أن ما يجري هذا عبارة عن جزع ليس فيه ضرر للنفس. كل فقهائنا يعني هذا الدم والزيوف. كل فقهائنا يا أستاذ عمر إذا يصل الأمر بأي مظهر من المظاهر إلى حد الضرر المعتد به يحرمونه، لأنه ده في الإسلام اللي أي يحرم الإضرار بالنفس. أما مع عدم الإضرار بالنفس كل جزع يجيزه فقهائنا. خليني ما استغرق بالطقس بما هو طقس، بدي انتقل يعني بدي بين المعطى الثقافي المعطى. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونشوف هذا المعطى، ولكن انا حابب بس نشرح لحضرتك والاخوه المشاهدين ان احنا بنشرح اكيد ناس كتير بنتفرج علينا دلوقتي ابتدت تفهم اشياء كثيره يمكن ما كانتش فاهمها قبل كده ايه اللي بيحصل. واكيد حضرتك بتصادف في مصر في ما يشابه هذا، ما الزار وتوابع الزار، الحالات الصوفية التي يقول، ولكن الزار طبعا لو قورن بده فهو شيء ناعم جدا يعني. لا في حالات من الزار أنت بتعرف، ضرب الشيش في مكان وإخراجه من مكان، ضرب السيوف في مكان وإخراجها من مكان، كنا نرى هذا ونشاهده. هنا يعبر كل امرئ يعبر عن ما يريد. أنا بدي أبحث عن مشروعية هذا الفعل. مولانا لو جه مواطن غير عربي، مش عايز أقول حتى غير مسلم يعني، وقال لي ما هذا الدين اللي فيه ده؟ تعرف دائما انا بقول لك الحاجات اللي بتيجي في خلاجات الناس هم بيشاهدوا. نعم نعم. وخصوصا انت عارف انه دلوقتي اصبح الاسلام مرادف للارهاب، وخصوصا فئه معينه في المسلمين، وكل هذه الاشياء اللي بتحصل. ارد عليه اقول له ايه؟ اقول له انه كل هذا الدم كلها، ارجوك خلي الاجابه لبعد الفصل يعني ارد عليه. ولكن لو حد سالني ما هذا الدم؟ ليه الدين ده فيه دم كتير؟ ليه انتوا في هذا العنف؟ كل ده نقدر نرد عليه، حتى في الزار، حتى في اي شيء. نعم. لماذا كل هذا العنف له علاقه بالطقوس الاسلاميه؟ نعم. فاصل اعلاني ونرجع تاني. كنا بنتكلم على ما نراه نحن كمسلمين، يمكن مع مسلمي السنة ما عندهمش هذه الخبرة العالية. بعض الدول العربية اللي فيها مخالطة مع الشيعة مثل البحرين مثل لبنان يمكن بيقدروا يفهموا هذه التقاليد، ولكن برضو اخواننا اللبنانيين هنا ما اتكلمت معهم مش كلهم فاهمين بالضبط ما يحدث. الأكل ده ليه؟ الأماكن دي ليه؟ السواد ليه؟ هذا كل هذه الأشياء. وسألت مولانا قبل ما نطلع الفاصل الإعلاني وقلت له إنه لو واحد
أمريكاني أو أوروبي سألني لماذا هذا الدين بالشيعة، يعني دين إسلام لا علاقة بالعنف، يعني شيء يعني أي حد هياخد، لو حد في CNN خد هذه المشاهد، آدي المسلمين، آدي احتفالات المسلمين، هكذا يحتفل المسلمين، هنرد عليه نقول له أولا لا يمكنك أن تحاكم دينا أو حالة ما إلا من خلال الإحاطة بكله. وقد قال القرآن لا يمكن أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر بالبعض الآخر إن لم تعلم من هو الحسين وماذا جرى في تلك الفاجعة التي أريد لها أن تكون متجددة، وإلا ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل حزن يبدأ كبيرا ويصغر إلا مصيبة جدي الحسين فإنها تبدأ صغيرة أو بدأت صغيرة وتكبر مع مرور الأيام. عندما نحيط بكل المعطيات يمكن أن نفسر أن هذا الفعل أو هذه الأفعال التي تقوم بها الناس هي استحضار لواقعة كربلاء في الوجدان الشعبي، والوجدان الشعبي كما تعلم يختلف من بيئة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، خاصة أنك ترتبط ليس فقط بحالة تقصي في حالة ثقافية تعطى في محاضرات خلال العشرة أيام. أنا عرفت أن في مسرحيات لهذا اليوم تشابه يمكن أن تكون، وألفت نظرك إلى أن هناك كثير من الفنانين في العالم العربي أعربوا عن طموحهم في أن يمثلوا دور الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويقوم الناس مش من الآن، من أواسط القرن الماضي كانت التشابيه. معلش بين هلالين نعم. أو بين قصين زي ما بتقولوا هنا، انتوا عندكمش مشكلة في صورة سيدنا الحسين؟ لان انا شفت كثير من اخواننا الشيعة حاطين صورة وبيقولوا دي. خليني اوضح لك فتوى علمائنا بغض النظر عما تراه في الاسواق. هل يمكن ان نقوم بفيلم سينمائي او مسلسل عن الامام الحسين؟ نعم. يمكن ذلك من وجهة نظر فقهية بعدة شروط، منها ان تكون المادة التاريخية مادة سليمة صحيحة، منها أن يكون الممثلون ممن لا يوجبون هتكا لمقام هذا الرجل العظيم، منها أن يراعى منتهى الحشمة التي عليها تلك الشخصية. ما بتقدر تجيب ممثل كان يمثل قبل يومين كذا راقص ثم يصبح حسينا ثم يعود إلى منحة. ولاحظ اللي مثلوا بعض أفلام السيد المسيح تعوقد معهم لمرة واحدة على أن لا يمثلوا بعدها أبدا. ولكن نعود مرة أخرى نعم. الصورة اللي موجودة إخواننا الشيعة، هناك صورة للسيد سيدنا الحسين، هل الصورة دي مسموح بها؟ إن كان الفنان قد سمع من الرواية أن الحسين كان مربوع الجسم، دعج العينين، أقنى الأنف، مفروق الثنائي، صفات معروفة محفوظة، ثم سيلها في صورة ما من خلال فن خيال. شو المشكلة الشرعية في ذلك؟ لا أنا بسأل، ما في مشكلة، لا يرى فقهاؤنا مشكلة في ذلك إلا أن توجب الصورة هتكا لمقام لا هي صورة الشخص. أما إذا كانت متجانسة متفقة مع الروايات فيجوز التصوير، طبعا ليس كامل للبدن لأن فقهاؤنا يرون أن التصوير لذوات الأرواح لا يكون إلا لمنتصف الصدر فقط، وهو ما عليه كثير من الصور التي تجدها في الأسواق. قبل أن ننتقل للمنح الثقافي خليني برضو طقس معين، الطعام نعم. في هذا اليوم هناك أطعمة معينة، العشراء، الهريسة، نعم. هذه هل لها مدلولات؟ هل هذه قد يكون لها مدلول تاريخي، أن الصبية والأطفال والنساء من أهل البيت لا تنسى أنهم حرموا من الماء مو بس من الطعام. ثم أعيدك إلى الرواية التي عندما دخل السبايا إلى الكوفة، ومين السبايا؟ حرم رسول الله، بناته، دمه. حاول بعض أهل الكوفة أن يوزعوا الطعام على الأولاد، انبرت السيدة زينب تخرج الطعام من أفواه الأولاد لأنها تقول الصدقة حرمت علينا أهل البيت، أبد أن تأخذ الصدقة لأنها محرمة عليهم أهل البيت. أقول لعل، لا أجزم، لعل مسألة الطعام تأتي كتعبير عاطفي عن ذلك. ثم بالمطلق أوليس من مستحبات المؤكدة لدى كل المسلمين إطعام الطعام؟ من علامات المؤمن إطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام وغير ذلك من الأمور. إطعام الطعام كان أنا لا أعترض، وأنا لست في مقام أن أدافع، لا أنا بس أشرح، أنا بحاول للمشاهد الكريم دوري، أيوة دوري صحيح. يعني أنا أكيد أنه
يعني جزاك الله عن الخير. علم المشاهد الآن لو كان 2 من 10 أصبح 5 أو 6 يعني صحيح. ابتدى ينتقل صحيح. لمرحلة أخرى لفهم اليوم ده ماذا حدث فيه. أقول ببساطة يعني لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ووجدك تطعم الطعام حبا بولده الحسين كان يعطيه. لا ليه الأطعمة دي بالتحديد لماذا هذه هذا لكل لا هذا ما له علاقة ببلد بكل البلدان كل بلد له طعامه المختص يعني مثلا حتى في لبنان أنا يعني الإخوة في النبطية أنا اكتشفت اليوم أكل معين أظن له الهريسة والعشورة مثلا لأنها الهريس كما تعلم طعام كان طعام الصحراء من الجاهلية مرورا إلى الإسلام وهو أمر درج عليه الآخرون الآن لا تعددت الأطعمة في الخليج قد يكون الهريس وقد يكون الرز وغيره في لبنان بدأت الناس تنوع في الطعام الضابط الجامع المشترك لهذه الأمور أن إطعام الطعام أولا بحد ذاته مستحب ثانيا أنت تطعم حبا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه طبعا الطعام قربة إلى الله لكن حبا بفلان أو عن روح فلان من هل الناس هل هذا الغضب اللي بيتم التعبير عنه هو غضب لمقتل سيدنا الحسين في هذا اليوم ولا هو لإحساس بالندم يعني هل هو تكفير عن خطأ أم هو عزاء يعني أنا ما بقدرش أفهم الشعرة دي بحد يعني ذاته عزاء لأنه لا أنا ولا أنت ساهمنا والعياذ بالله في المعسكر المقابل للحسين هو حالة من العزاء ناتج عن روايات الصلاة لأن احنا دايما نسمع أهل البيت أنه ندم أن احنا تخلينا عن الحسين نحن لم نقف جنب من الحسين من الذي تخلى عن الحسين هم الذين أسسوا أساس الظلم لقتله أما إذا بتعرف أنه في سجن عبيد الله بن زياد كان في 4000 مسجونين منهم المختار الثقفي الذي قام بنهضته بعد الحسين وأن هناك من حاول أن يدرك الحسين لكن عملت السلطات بواسطة مسالحها على الطريق على منعه ومنهم من مات كمدا عندما أخبر بمقتل الحسين مثل يزيد بن مسعود النهشلي رحمة الله عليه الذي قدم مع جماعة من البصرة رغم الحصار المفروض الموضوع مو موضوع ندم موضوع أن أهل البيت أصلوا لهذه الواقعة إيقاظا للأمة من أن تنام من أن يصبح مفتيها يزيد بن معاوية من أن يصبح رأس السلطة التشريعية هو رأس السلطة التنفيذية هو رأس السلطة القضائية هو يحكم بما يشاء مش فاصل بين السلطة ولذلك شو قال الإمام قال يتخذون مال الله دولا وعباده خولا الموضوع لذلك الإمام الصادق كان يقول أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا لأن أمرنا أمر الله عز وجل مولانا معلش سؤال ده برضو جهل ومتابعة مواطن عادي شاهد أكثر من 20 محطة في يوم عاشوراء تتحدث عن هذا الموضوع وبتنقل من العراق وتنقل من بيروت نعم. وتنقل من إيران وتنقل في كل من كل الأماكن لاحظت أن الإخوة في إيران احتفالاتهم ليست بالقوة أو العنف بتاع الإخوة في العراق وأن الإخوة في العراق حدتهم وعنفهم ليسوا كالإخوة في لبنان يعني أقصد أن كل منطقة لها عاداتها وتقاليدها بس لا يفوتنك أن مصرع الحسين في كربلاء لا يفوتنك أنك على تماس مع الضريح مباشرة لا يفوتنك أيضا أن العراق عاش كبت منظم طوال حكم ماضي في منع الناس من هذه المسيرات التي اعتادت عليها سابقا هذا أمر قد يخلي أنت بتعرف أن الحماس أكتر يعني أن إيه المسألة المحروم طوال 30 سنة من الوصول لذلك ترى أن الإقبال الجماهيري في العراق وصل في بعض السنوات إلى 12 مليون في بعض السنوات في زيارة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء وصلت بعض الأرقام أن تقول بين 8 و12 مليون وهم من سكان العراق في معظمهم من البصرة ومن الجنوب من الشمال من الوسط يجتمعون إحياء لأمر سيدهم الحسين صلوات الله وسلامه سؤال آخر مولانا برضو أرجوك يعني أنا فضل سعيد بفسحك لصدرك لجهلي حاشاك كل الإخوة المذيعين اللي كانوا بيذيعوا هذه الطقوس وكل الكلام اللي بيتقال هو ذكر لسيدنا الحسين وقلما نجد ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم كله إيه الحكمة؟ لا يعني بالحقيقة ده مش اتهام ولكن هو محاولة للفهم يعني. بالحقيقة نحن لولا رسول الله صلى الله عليه لولا رسول الله صلى الله عليه وآله كان في حسين وكان في لا طبعا الموضوع أنك لا يمكن أن تفصل
حلقة عن سلسلة تتصل برسول الله. حسين مني وأنا من حسين، أوضح من هذا الكلام بعد فيه. لا يظنن أحد أن الاهتمام بالحسين نوع من إغفال لرسول الله، والعياذ بالله. رسول الله، خذها مني علنا أمام المشاهدين جميعا، أفضل مخلوق في الكون، مش في الكرة الأرضية. يمكن أن نجد مخلوقات لا نعلمها، رسول الله خيرة خلق الله، أفضل من أشرف الملائكة. هذا أمر محسوم مبتوت. لكن خل نفرق بين الأفضلية والخصوصية. مثلا الحسين من خصوصيته أن جده أفضل من جد النبي، صح ولا لا؟ جده رسول الله أفضل من جد النبي عبد المطلب. بالضبط. هذه خصوصية للحسين، لا توجب أفضلية للحسين على أحد كرسول الله مثلا أو أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الموضوع أن هناك فاجعة حصلت. سهل يعني أن تعتقد من السهل أن يحمل الإنسان رضيعا بين يديه، رضيع فيحلقم بالسهم بين يدي أبيه، فيمتلئ كفال حسين دم من ولده الرضيع. في فاجعة تضغط على الوجدان والعاطفي، ناهيك عن الفكر الذي نهض به أبو عبد الله. ثم هو رجل ينعى نفسه، طلع من سار معنا استشهد ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. شو الفتح؟ هو كان يسعى وراء سلطة تنفيذية والعياذ بالله. الفتح هو هذا، الحضور الدائم للحسين على المستوى الفكري، على المستوى العاطفي، على المستوى الوجداني. نفهم مكانة سيدنا علي بن أبي طالب عند إخواننا الشيعة. نعم، هي مكانة كبيرة. لا، عند الجميع. لا، ونفهم أيضا هذه المكانة عند الجميع. ونفهم أيضا مكانة ليه لهم، مكانة مميزة جدا عند الشيعة. قتل علي، لماذا لا يحدث يوم مقتل علي أو نقيم عزاء يوم مقتل الإمام؟ لا، بس زي خصوصية الفاجعة، مش زي الحسين. ما هو هذا الرجل قتل أيضا وهو يصلي وهو خليفة وهو أحسن. هو لماذا الحسين له هذا الاحتفال الكبير؟ هون بدك تسمح لي بدقائق أن أسترسل لإيصال فكرة جدا دقيقة. كيف يكون لله الحجة على الخلق؟ شوف يا أستاذ عمر، في اللحظة التي تنعدم حجة الله عليك لا يعود هناك من مبرر للخلق، لأنك ستقف يوم القيامة تكون حجتك أقوى من حجة الله والعياذ بالله. عندما يحتج الله على الخلق يحتج بأناس خيرة من خلقه، يكونون هم الخيار. أين تكون الحجية على الخلق؟ يكونون. لماذا لم يتحرك الإمام الحسن؟ لأن حجيته لن تكون بدرية تامة في مقابل معاوية، لأن معاوية كان قادرا على الالتفاف بمكان ما على نهضة الإمام الحسن. أما مع يزيد أصبحت حجية الإمام ظاهرة. المراد أن يسقط. أنا أستطيع أن أزعم أن أول صدمة دموية استشهادية في الإسلام هي التي قام بها الإمام الحسين عن سابق ترصد وتصميم. كأني بأوصال هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، نعى نفسه الرجل. هذه الفاجعة، يقتل الإمام علي، قتل منفردا. الإمام الحسين قتل ومن معه في حالة أرادت السلطة آنذاك أن تقمع بشكل دموي حاسم أي نهضة أو أي حركة يمكن أن. ولذا مين اللي لقط المسألة؟ عبد الله ابن مطيع العدوي، ابن يعني رجل عم يدافع عن مصالحه. قال انظر يا أبا عبد الله، إن أنت قتلت لن يبقى لأحد من العرب حرمة، لأنه اللي بيقتل ابن بنت النبي يستطيع أن يقتلنا جميعا. فإذا هذا ينظر إلى الحسين باعتباره خط دفاع متقدم عنه وعن مصالحه. ولذا عندما بويع ابن الزبير، عبد الله ابن مطيع العدوي مشي معه وتولى له الولايات وقتل من قتل. لما قتل الرأس فالباقي الموضوع موضوع نهضة الحسين سلام الله عليه، ماذا تركت في الأمة؟ هذا محور بحثنا. يعني فيك تنكر أنت أنه من الحسين إلى اليوم عرشي عندنا خليفة أول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كان الخليفة، اعتادت الناس على رسول الله أنه يمثل رأس كل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة النقدية.
يقول أنا أقول، أبو بكر كان يقول أنا أقول، عمر يقول أنا أقول، علي يقول أنا أقول، يعني له رأي تشريعي. شوف بعد سقوط الحسين إلى يومك هذا السلطة التنفيذية في واد والسلطة التشريعية في واد آخر، فصل الحسين بدمه بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. من هنا يصبح أبو حنيفة النعمان ومالك وجعفر ابن محمد الصادق عليه السلام يدينون للحسين بفقاهتهم، وإلا كان يزيد بن معاوية وأمثال يزيد هم الذين يقولون أنا أقول في فوضى تشريعية في الإسلام ما بعدها فوضى. مولانا بنشكرك، وقتنا خلص، بشكرك أنه يعني هذه المعلومات، هذه الإضاءة، أن الناس تقدر تفهم دنيا الحسين ودنيا الحقيقة كارملة. أيضا نجدد الشكر لله عز وجل على نعمة هذا اللقاء، وآمل أن نكون قد استطعنا أن نوصل رسالة إلى أخواننا المشاهدين بأن يروا الموضوع من كل جوانب. أنا شفت جوانب كثيرة أخرى. الله يعزك، بشكرك شكرا جزيلا.